نعم طبعا، هناك ملاحظات في ومتابعين، ومن ضمن الملاحظات لا أريد يعني أن أغفل أي ملاحظة، خاصة عندما تكون بحساسية ما. يعني زينب ستيتي مثلا تتحدث عن شيء أعتقد هو ليس موضوع الحلقة، موضوعنا هو أدب جون يمكن دوسو أن نسمع. لا وعلاقته لا لا بأس. بكل ما هو بكل ما هو هاجس جون دوست الإبداعي. تقول مثلا: من المحزن أن تناقش القضية الكردية، نحن لا نناقش القضية الكردية دون التطرق لعبد الله أجلان والمظلمة التي تعرض لها. أنا شخصيا ليس لي مشكلة، بالعكس أنا يمكن الكاتب التونسي الوحيد الذي ذكر عبد الله أجلان في إحدى رواياته، وفي رواية المشرط أتحدث عن عبد الله أجلان. نعم، تركت. ويعني إذا جرنا الحديث عن هذا المناضل طبعا الذي أعتبره أن عملية اعتقاله كانت عملية دنيئة جدا، و أتمنى أن يطلق سراحه في كل الحالات، لأنه واحد من المناضلين، ويعتبر ربما في وقت من الأوقات كنت أرى فيه تشيغيفارا الكردي، في وقت من الأوقات كنت، طبعا أنا لست الضليع بالمسألة السياسية الكردية من الداخل، ولكن أعتبر أنه من المناضلين الذين قدموا القضية الكردية. هل لك تعليق جون دوست في الموضوع؟ ليس لدي أي تعليق. أتمنى أيضا أن يطلق سراح عبد الله أوجلان وكل سجناء الرأي في العالم. طبعا نحن نناقش أشياء عامة في الأدب ولا صحيح، نناقش أشياء خاصة هنا، ولو تمام، كان الموضوع يتعلق بشخص معين لكنا أفضنا في الحديث عنه. صحيح. إذا نواصل حديثنا. معنا ابتسام. ابتسام، سؤالك الذي الآخر الذي توجهينه لي إلى جون دوست. يبدو مرحبا يا شاهين يطل مرحبا بالجميع. أحيانا، إذا شاهين أنت مستعد فانطلق يا شاهين. هو مرحبا يا كالبدر سيد، أنا أنشده يطل الآن. عندما يغيب الغيم ويحجبه الغيم طيب ابتسام، عندما تهدأ الريح. هذه حبكة الليلة. نعم تفضل ابتسام، ابتسام. إذا جون داست حدد انتماؤك إلى أقلية مقموعة وإلى شعب مضطهد أفقك الإبداعي، كما أنه أيضا أثر حتى على خياراتك اللغوية، فيعني حاولت رفع الغبن عن لغتك الأم ثم عن الجماعة البشرية التي تنتمي إليها بنقلك لملامح البيئة الكردية وهموم جيلك. وكان اتجاهك نحو الدفاع عن أدب الأقليات يندرج في الحقيقة في سياق الدفاع عن أدب مهمش، وهذا ما ذكرته في أكثر من مناسبة. ويعني أذكر هنا مثلا حوارك مع جريدة العرب اللندنية بتاريخ 4 أكتوبر 2020، تتحدث عن أدب الأقليات، تقول: أمر جميل أن نهتم بأدب أمريكا اللاتينية، لكن الأجمل أن نتعرف على أدب قريب منا روحا ومناخات مشتركة، أعني أدب الأقليات. أسألك هنا جون دوست، حسب رأيك لماذا ظل حضور أدب الأقليات محتشما في المنجز الإبداعي والنقدي؟ وهل أن للأنظمة السياسية دور في تهميش هذا الأدب من خلال طحن الهويات الفرعية وتكريس خطاب الكراهية والقتل للآخر المختلف؟ سؤال مهم جدا. طبعا هذا السؤال يحيلني إلى موضوع كنت طرحته كثيرا، هو كسل الأقليات. طبعا الأقلية عندنا كأكراد مثلا منابر ثقافية، وعندنا
الحمد لله صارت لدينا حكومات، يعني شبه حكومات، سواء في شمال سوريا أو في إقليم كردستان العراق. لكن هؤلاء المسيطرون على الأمور في هذه البلاد، في هذه الحكومات، لا يهتمون بهذا الموضوع، لا يهتمون بالقوة الناعمة ومفعولها القوي عند الشعوب الأخرى. مثلا كردستان العراق، نعرف جميعا حادثة الأنفال وما جرى في الأنفال، ويستطيع الحزب الكردي، أي حزب كردي حاكم في شمال العراق أو في إقليم كردستان العراق، أن يستورد المطربات والمطربين إلى إقليم كردستان ولا يهتم بالمثقفين العرب مثلا، ليطلعهم على ما يجري وعلى ما جرى وعلى هذا الأدب وعلى هذه الأقلية وعلى موضوع هذه الأقلية. يتذكر صديقي كمال أنني كنت وراء مشروع لاستقطاب أو لعقد مؤتمر عربي كردي، ونجتمع فيه مجموعة من الأدباء العرب مع الأدباء الكرد في إقليم كردستان العراق في أربيل، لكن المشروع فشل. المشروع فشل ليس لشيء إلا لإهمال الحكومة ولإهمال هؤلاء الذين يمسكون بنواصي الأمور في إقليم كردستان العراق. للأسف الشديد، عامل هو الكسل، كسلنا نحن، وعامل آخر هو كسل الآخر عن أو عدم رغبته في الاطلاع على الأمور أو على ما يحدث عند جيرانه. مثلا ليست هناك دولة عربية حتى الآن تهتم بالدراسات الكردية، مع أنه في القرن التاسع عشر اهتم الطليان واهتم الروس واهتم الألمان بالدراسات الكردية لكي يعرفوا هذا الشعب ويتحكموا فيه أو يرسلوا جواسيسهم أو يستفيدوا منه. إلى الآن العرب ليس عندهم مركز استراتيجي يهتم بالثقافة الكردية أو بالشعب الكردي. لماذا؟ شعب عنده تعداده 40 50 مليون نسمة يعيش في جوارك ولا تعمل له مركز دراسات. مثلا لو كان في الإمارات أو في السعودية أو في تونس أو في مصر مركز للدراسات الكردية يهتم بهذا الشعب الذي يعيش هنا، نتعرف عليه، ماذا يريد، كيف يمكن أن نعيش معه، كيف يمكن أن نتضامن معه أو يتضامن مع قضايانا، هذا لا يوجد. طبعا كما قلت، يعني الحق على الجانبين. جون دوست، أنت تعرف أنه يعني منذ أشهر كنا خضنا حربا هنا في تونس من أجل أن نستضيف ألبرتو مانجويل. نعم، وألبرتو تذكر مانجويل عندما جاء تذكر تحدث عن غياب، عن فضيحة في الحقيقة، عن غياب مكتبة وطنية فلسطينية تعرف بالقضية الفلسطينية وتعرف بالثقافة الفلسطينية، وأنه ناضل من أجل أن يخلق هذه المكتبة الوطنية في الأرجنتين. ورغم ذلك طبعا الردود كانت واللامبالاة هي من الجهات الفلسطينية. من الجهات الفلسطينية للأسف. نفس الشيء، يعني هذه قضية العرب الأولى، ولم يذهبوا إلى، تعرف ما معنى مكتبة وطنية بالمخطوطات بالثقافة بكل ما هو يمت للثقافة بصلة. فكان يمكن لهذه المكتبة الوطنية أن تكون واجهة قوية للقضية الفلسطينية، ومع ذلك لم يستطيعوا أن ينشئوها أو يساعدوا على إنشائها. فالمسألة الأمازيغية أيضا في شمال أفريقيا، ليس هناك مراكز بحث كبرى يعني يمكن أن نتكئ عليها للتعرف على أصولنا، لأنه هؤلاء هم السكان الأصليين لشمال أفريقيا، نعم. وهناك تنوع كبير، ولكن الثقافة المهيمنة، الثقافة العربية، وفي الحقيقة ليست الثقافة العربية، هي ثقافة أصولية
يعني قضت على يعني وكأنها عملية إبادة للثقافة الأخرى، مع أنها جزء أساسي من التنوع الثقافي الذي يثري الثقافة العربية. وكل من فتح باب الحديث عن الأمازيغية إلا اتهم بأنه يتحدث عن انفصال سياسي ونحنك نفس سياسي، الموضوع عندنا. وهناك نفس الشيء مع المسألة الكردية. هناك صحيح. تقاطع كبير بين المسألة الكردية والمسألة الأمازيغية والتسييس الذي من القومجية ومن طبعا من السلطة. إذا صحيح. نواصل مع الأسئلة. هناك طبعا أصدقائنا يتابعوننا، والكثير من الأسئلة كما قلت من المتابعين، يمكن أن نتحول إلى سؤال آخر، مع ربما نتحول إلى مريم لنخفف قليلا من وطئ مريم. الآن أطلقينا في الفن. لقد حكينا عن أدب الأقليات، وأنا هنا أشير إلى أيضا موسيقى الأقليات. نعم وربما في تونس لدينا أيضا المقام الكردي في الموسيقى نعم وفي الشعر أيضا، والأقلية التي أثرت في الموسيقى التونسية هي الأقلية اليهودية. لذلك اخترت أغنية لحبيبة مسيكا، أو بالأحرى مارغريت مسيكا، اسمها مارغريت مسيكا، ولقد غنت أغنية من أجمل ما تركت في إرث الموسيقى التونسية. نقطعي التنهيدة من وسط قلبي، آه التنهيدة من وسط قلبي، آه يا قلب نقطع التنهيدة، داري حذا دارو قلت بعيدة من وسط قلبي، يا داي حبيتني وحبيتك فيما مضى، حبيتني وحبيتك فيما مضى، حبيت يا داي حبيتني وحبيتك، واليوم طحنا ليل عناد رميتك، حبيتني يا جان او نشبح طيفك، واليوم يا الاخوان نشبح طيفك، والله يا الاخوان والله نشبح طيفك، نايا صغيرة واقفة في سقيفة، واليوم يا الاخوان يا جاي. جميل، شكرا شكرا مريم على هذه الأغنية. كنا نتحدث عن الأمازيغ وسكان الأصليين لشمال أفريقيا، معي كتاب صادر عن دار الساقي، الأمازيغ قصة شعب، الأمازيغ قصة شعب، هذا عبد اللطيف هسوف. طبعا هذا الكتاب الصغير يتحدث عن الثقافة الأمازيغية، عن التاريخ الأمازيغي في شمال أفريقيا، يتحدث عن ملوك الأمازيغ، ويتحدث أساسا أيضا في موضوعنا اليوم، يتحدث عن الكتاب الأمازيغ، الكتاب الأمازيغ، وخاصة خاصة لا يمكن، ونحن في حضرة روائي ونقاد أيضا للرواية،
ألا نشير إلى أعمال إلى الكاتب الأمازيغي الكبير، هو تقريبا أب الرواية في العالم، لوكيوس أبوليوس، صاحب الحمار الذهبي أو الجحش الذهبي كما يريدون تسميته أو التحولات. هناك أسماء كثيرة لهذا الكتاب المرجعي. وطبعا الحمار الذهبي معروف به أكثر، كتاب مهم. وللأسف أقول للأسف أن أعمال أبوليوس لم تترجم كاملة، وأن له عدد من الأعمال الأخرى التي لم تترجم. وهذا الرجل يعتبر إرث عالمي في الحقيقة، والعربية لم تترجم روايته يعني الأولى الحمار الذهبي إلا مؤخرا، من طبعا ترجمة تونسية وترجمة جزائرية وترجمة ليبية أيضا. هناك 3 ترجمات موجودة الآن بعيوب الترجمة طبعا الليبية التي كانت منقوصة مثل ميموزين، وأيضا هناك الطبعة الترجمة الجزائرية التي ترجمت أعتقد عن الفرنسية، وعبد طبعا ترجمة جزائرية أعتقد أنها من الترجمة الفرنسية، ولكن الترجمة التونسية كانت من الترجمة اللاتينية مباشرة. ومع ذلك لي رأي خاص وهو غريب جدا، أنني أحب الترجمة الليبية على نقصها. فالترجمة الليبية لعلي فهمي خشيم، رغم تلك المقاطع الناقصة من الرواية، إلا أن لغته كانت سلسة جدا في الترجمة. ويمكن أن تقرأ الحمار الذهبي بسهولة، ويمكن أن تبحث عن تلك المقاطع إذا أردتها في الترجمة الجزائرية. فطارق، طيب، حوار يقول مثير بقيادة كذا كذا، وجون دوست يعبر عن مسألة الأقلية إلى الهم الإنساني الأوسع والمشترك. جائحة الكورونا تجمع العالم منذ شهور في رباط الخوف الذي تحدثتم عنه. هل في رأيك أن العالم بعد توصله إلى العلاج سيكون أفضل مستقبلا، أم سيتجه إلى تشققات إنسانية جديدة أكثر ابتكارا وألما؟ سأخذ هذا الحوار، هذا السؤال سؤال مهم. هل تعتقد أن العالم سوف يكون بخير أفضل إنسانية في المستقبل جون دوست، مع أنه ما نراه الآن هو ارتفاع منسوب العنف في العالم وفي بين الأفراد بسبب الكورونا، وكأننا أصبحنا غرباء، وأصبح كل شخص آخر يمثل خطرا وعدوا للذات؟ فما رأيك، يعني هل بعد اللقاح سوف نكون على ما يرام وأفضل؟ أولا اسمح لي كمال أن أحيي أشقائي الأمازيغ من المغرب إلى ليبيا، وهم أصحاب قضية وأنا أتضامن معهم بالمطلق، يعني بعيون مغمضة بدون أن أعرف خلفيات الموضوع، لكن أعرف أنهم ناس يستحقون الحرية والحياة الجميلة، وهم عنصر أساسي في المنطقة، وهم أيضا مكون أصيل في شمال أفريقيا. بالنسبة لسؤال صديقي وحبيبي طارق الطيب، طبعا أنا أعتقد أن الإنسانية هي لا تختلف. لا ليس لي أو ليست لدي نظرة وردية للمستقبل. المستقبل مثل الماضي، والحاضر مثل المستقبل، والمستقبل مثل الحاضر، هو سيء، الإنسان هو، لكن نحن نسعى ونكافح من أجل تخفيف حدة هذه الاحتقانات، من أجل تخفيف حدة الكراهية بين الشعوب وبين الأديان. عندما أقرأ مثلا، أنت تحدثت عن الحمار الذهبي لأبوليوس، وطبعا قرأته، أرسله لي صديق، والله لا أتذكر من هو، أشكره جدا، لكن أرسله لي بالPDF. قرأت فصولا من هذه الرواية الجميلة.
الإنسانية هي منذ زمن أبوليوس وما قبل أبوليوس، وستبقى هكذا. لكن العقل الإنساني دائما يحاول ويناضل من أجل أن يخفف من حدة الكراهية، من حدة نزعة الشر عند الإنسان. الأديان جاءت، كل الأديان جاءت لتهذب الإنسان، تهذب سلوك الإنسان، لتروضه. الفلسفات أيضا، كل الفلسفات الإنسانية التي جاءت دعت إلى الخير، دعت إلى أن يكون الإنسان إنسانا مسالما. ليس هناك دين يدعو إلى الحرب إلا في الحدود المعروفة، طبعا نعرفها، الجهاد وما جاءت إلى آخره، نعرف خلفيات هذا الموضوع إلى آخره. أنا أصور الجهاد الإسلامي مثل قصائد شاعر ألماني كان يدعو إلى محاربة فرنسا وإلى قتل الفرنسيين، موجود هو في القرن التاسع عشر، لا أذكر اسمه الآن. لكن كل هذه الفلسفات وهذه الأديان لم تستطع أن تروض الإنسان. لذلك لا أنا ولا كمال الرياحي ولا طارق الطيب نستطيع أن نروض الإنسان ببضع روايات. سيبقى الإنسان كما هو، أنا متشائم في هذه النقطة. صحيح، وأنا متفائل لأننا وصلنا إلى تقريبا ساعتين في الحوار. أنت خدعتني يا صديقي، أنت خدعتني. جون هو ما زال لكل تقريبا الفريق، ما زال لكل واحد منهم سؤال أعتقد، ولكن ما رأيك لو نأخذ أسئلة الذين طرحوا الأسئلة، و يعني إجابة أولى عن سؤال أول تختاره وبعد نواصل حتى يواصلون معنا. أوكي، طبعا أنا أختار أولا سؤال صديقتي العزيزة ابتسام قشوري، صديقة أعرفها منذ زمن طويل. تقول القارئ يشعر أنني كاتب، يعني أن جان دوس كاتب حزين لأنه يكتب آلام نفسه وأحزانه من خلال شخصياته، فمتى يتخلص من الحزن؟ طبعا الحزن، أنا شخص ولدت هكذا ونشأت هكذا، نشأت على الأحزان وعلى الآلام والدموع، طبيعتي رومانسية شاكية باكية، لا أستطيع أن أغيرها، مع أنني أسعى أن أكون إنسانا سعيدا وفرحا وأوزع النكات على من حولي، لكن لا أقدر. طبعا الحزن ليس فقط في رواياتي، كما أسلفت الآن، قلت أنا إنسان متشائم، أنا إنسان لا أستبشر خيرا بمستقبل البشرية، ولا أقول أن الإنسان سيتخلص من هذه الحروب وستنتهي الدموع، لا، ستبقى وستستمر ما دام الإنسان موجودا، لأنه كائن معقد هذا الإنسان، ويمكن أن يصل إنسان واحد فقط إلى السلطة نعم ليدمر البشرية، كما وصل هتلر عبر الانتخابات إلى السلطة في ألمانيا ودمر ألمانيا وبلاد أوروبا. أنا حزين بسبب أمور كثيرة جميل تحدث حولي، وأتمنى أن لا أكون حزينا وأن لا يكون الآخرون حزانا أيضا. هذا هو الجواب. شكرا الحزن. لابتسام. إذا الحزن قدرنا في النهاية، لكن بمستويات، ربما من خلال تجاربنا في الحياة، من خلال أنا الأقدار التي لي وضعتنا. جملة صغيرة، عفوا كمال، أقول نعم. أنا نبي الحزن والدمع معجزتي. هذا الكلام رددته منذ أن كنت في البكالوريوس، يعني في عمر المراهقة. جميل، أنت تذكرني أيضا كنت على وشك أن أطلب منك قصيدة لنبحث عن وجهك الشاعر، وذكرتني أيضا صديقتنا وئام حناشي اللي تسلم عليك برشا، سلام وتقول عليكم. أيضا نريد شعرا. في نفس الوقت أريد أن أشيد و يعني أقرأ لك أيضا تدخل صديقنا الإعلامي الكبير محمد بن رجب الذي يتابعنا ويقول أنني أتابعكم باهتمام، تحية له. حواركم جيد، شكرا لكم، أحس بصدق الجميع في مسألة الإنسانية وما داخلها من هيمنة الشر والحرب على الحق والعدل،
وضيفكم مهم وطريف وقضيتكم شاهقة في العمق. شكرا سي محمد الكثير. سيدة محمد صالح طبعا تتحدث أيضا عن مسألة الأقلية الكردية التي يعني استثمرت الأوضاع الجيوسياسية والتحركات الاجتماعية في العشرية الأخيرة. هناك الكثير من الأسئلة. سي محمد بن جب أيضا يقول نحن نعيش الحزن إلى حد اعتباره قدرا، وخاصة الآن. صلاح بن عياد أظن بأن الكورونا غربان قاسي ستسقط كل الأمم الغير جديرة بالحياة. هذا يناقش طارق الطيب أيضا يقول معك يا جون دوست، التشاؤم هو الطريق للبحث عن حل وعدم الارتكان لكسل الذهن وغير ذلك. طبعا البعض يعني يدعو لك بأن يرفع الله عنك الحزن لكي تعيش شكرا لهم، بصحة شكرا وسلام. للجميع. ونعود إذا نستمع إلى قصيدة جون دوست، وسنسرع في الحوار الآن بسرعة. نسمع القصيدة على مهلك ثم الإجابات بعد ذلك، والأسئلة ستكون سريعة جدا. تفضل طيب، جون بقصيدة شكرا. في المكتبة. هذه قصيدة من كتابي قصائد نسيتها الحرب في جيب الشاعر. طبعا أنا ابتعدت عن الشعر بعد أن بدأت بالرواية منذ 2004 وتركت الشعر، نقلت الأدوات الشعرية إلى داخل الرواية ونصبت خيمة الشعر في صحراء الرواية. سأقرأ الآن قصيدة من هذه المجموعة. في طفولتي كنت أتخيل خراف تقفز فوق النهر فأعدها ثم أنا. الآن حين آوي كل ليلة إلى فراشي أعد أهلي الذين فقدتهم في الحرب ثم لا أنام. في مرحلة الشباب كنا ننحني لنقطف وردة أو نشمها أو لنقبل من نحب، والآن لا ننحني إلا لنرفع قتل الحرب من شوارعنا الملطخة بالدمار، أو لندفن جثة طفل لم يستطع اللحاق بأمه في الشارع المستباح. كنا حين نمشي في الأزقة الأنيسة من مدينتنا لا نرفع أعيننا إلى السماء إلا لنتابع سرب حمام غيمة تائهة أو نجوما تتهامس في ليلة صيف، والآن نرفع رؤوسنا بهلع إلى الأعالي حيث تبحث الطائرات عن الذين لم يموتوا بعد. شكرا لكم. شكرا جون دوست على هذه القصيدة الجميلة. ونواصل المكتبة لهذا الأسبوع. نذكر أننا في حلقة خاصة مع الروائي والشاعر الكبير السوري الكردي جون دوست المقيم بألمانيا، سعداء بأن نتوغل في عالمه الأدبي هذا العدد من المكتبة. ونحيي مرة أخرى كل متابعي برنامج المكتبة مع كمال الرياحي. نرجو منكم أيضا أن تشتركوا بالقناة على اليوتيوب التي تمثل أرشيف المكتبة، وأيضا بعد مدة يصبح البرنامج ينقل مباشرة من اليوتيوب عوض الفيسبوك، فأرجو أن تشتركوا لكي تكونوا معنا دائما. نواصل الحوار، وثلاثة أسئلة بسرعة البرق مع أولهم، من سأترك من المستعد؟ طبعا هيثم العويش. هيثم رأس حربة. تفضل.
تكلمتم كمال في هذه الحلقة في بعض المواقع عن الترجمة، فدعني أوجه سؤالا مباشرا عن الترجمة للكاتب جون دوست. اشتغلت على الترجمة أستاذ من اللغة العربية إلى اللغة الكردية ومن اللغة الكردية إلى اللغة العربية، سواء في أعمالك أو في أعمال لكتاب آخرين كما ملحمة مموزين لأحمد خاني والريش لسليم بركات. ما هو تأثير هذه الترجمات على الثقافتين العربية والكردية، وإلى ماذا يسعى جون دوست وراء ذلك؟ شكرا عزيزي هيثم. طبعا الترجمة هي إحدى اهتماماتي الأولى منذ أن كنت شابا يافعا، يعني أنا أول كتاب لي صدر باللغة العربية هو كتاب ترجمة اسمه شعر وشعراء، مختارات من الشعر الكردي القديم والمعاصر، كتيب صغير حاولت أن أعرف بشعراء كرد وبالثقافة الكردية في سوريا التي كان النظام لا يسمح فيها تعرف الشعب على آخر ضمن حدود الدولة السورية، والحمد لله هذا الكتاب نجح في هذا الشيء. وهناك كاتب كتب في جريدة تشرين الرسمية، جريدة تشرين تابعة للحكومة، أن كاتب مقال على مائدة المغمورين واعترف فيها أننا لا نعرف هؤلاء الناس، وهذا الكتاب عرفنا على شعراء لم نكن نعرفهم. طبعا هذه كانت غايتي في الترجمة، وإلى الآن عندما أترجم كتابا من لغة إلى أخرى أتوخى أن أعرف الآخرين على الضفة الأخرى بما يجري هنا في الضفة السابقة أو في الضفة المقابلة. نحن عندنا أدب وعندنا مجتمع وعندنا ناس يحزنون ويكبرون ويقاتلون ويثورون، فيجب أن يعرف الآخرون عنه. أيضا هناك في الضفة المقابلة في الضفة العربية مثلا أدب جميل وناس رائعون، علي أن أنقل ما لديهم، علي أن أنقل أحاسيسهم، تجاربهم الإبداعية، تجاربهم الحياتية إلى شعبي الذي يفتقر إلى الوصول إلى هذا أو إلى هذه الضفة، مثلا في كردستان تركيا أو في شمال كردستان كما نسميها أو في تركيا. الأكراد في تركيا لا يعرفون عن الأدب العربي شيئا، هم جهلة في هذا الموضوع، لا يعرفون عن الأدب الذي يكتبه العرب شيئا. يجب أن يكون هناك مترجم وسيط ينقل ما يجري في الساحة الأدبية العربية إلى اللغة الكردية حتى تثرى اللغة الكردية وتغتني بتجربة جديدة. للأسف الشديد ليس لدينا مؤسسات تهتم بالترجمة في العالم العربي. هناك مؤسسات جميلة ومن أجملها مؤسسة كلمة أو دار كلمة أو مشروع كلمة للترجمة، عملت وهذا معهم مشروع رائع. من عمل ليته نعم ليته لو كان عندنا مشروع مثل هذا المشروع نترجم فيه أدب اللغة العربية أو أدب الشعوب الأخرى إلى اللغة الكردية، وبذلك تكون لدينا أو ستصبح لدينا مجالات أوسع، وسيطلع القارئ الكردي على أدب مختلف وأدب ثري وغني وجميل. جميل. جون أسماء هوريك تقول: جون دوست من خيرة الكتاب الذين كتبوا ونقلوا صورة الواقع المرير للقارئ بأمانة، إنه كاتب من الطراز الرفيع، يعرف كيف ينتقي مفاتيحه ويدرك تماما حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه ككاتب. كل الود والتقدير طبعا لفريق المكتبة، أنقل لكم ما يكتب على الدين السعيدي: الترجمة بين الكردية والعربية مهمة جدا لأنهما ثقافتان مترادفتان، خاصة من مترجمين يتقنون اللغتين. رمضان لطيفي: كم نحن في الزمن الرديء. على مبدع مثل كمال الرياح الذي يقدم مادة ثقافية ذات بعد عالمي، متعك الله بالصحة. شكرا. و
لنا الافتراضي سي محمد برجب معجب بقصيدتك، وطبعا ليس معجب بحزنك إنما معجب بالقصيدة، وهي أيضا ملهمة لأنها تصور من جانب معين مأساة سوريا، و إلى غير ذلك. من جون، نذهب إلى سؤال آخر من تلك الباقة الصغيرة، وأعتقد أن هناك أسئلة حرجة أكثر من الحزن. نعم كمال، أنت قلت لي هناك 4 أسئلة، أنت قلت لي يجب أن تختار 3 بالقرعة، 3 أسئلة. لكن أنا سأختصر أو سأجمع، سأضم سؤالين في سؤال ممتاز واحد ممتاز. لأنه سؤال مهم. سؤال من أسماء بن حمامية أو أسماء بن حمامية، كيف يخدم الأدب قضايا الأقليات؟ سؤال مهم طبعا. الأدب يخدم قضايا الأقليات من خلال تصوير هذه المجتمعات التي تعيش على الهامش. أنا لا أعرف كيف يعيش الأمازيغ في تونس مثلا، أو كيف يعيش اليهود في تونس، أو نعم كيف يعيش أقلية معينة في موريتانيا، العبيد مثلا، طبقة العبيد في موريتانيا. كما نعرف هناك عبيد في موريتانيا، يقوم أديب موريتاني بكتابة رواية، من خلال هذه الرواية أطلع على هذه المعاناة وعلى هذه الشريحة المضطهدة من الشعب. فطبعا يكون عندي اطلاع معرفي على الأقل على هؤلاء الناس، فهذه خدمة لقضية العبيد في موريتانيا كمثال. سؤال مهم جدا من جيهان سامي أبو خلف، هذا السؤال طبعا سؤال مستفز نعم، يتعلق وطرحته بعلاقة يعني، الكرد تفضل بإسرائيل، يا نعم. سؤال استفزازي. كيف للإنسان الحر أن يتقبل دعما لقضيته من ظالم مستبد مغتصب محتل كاستنجاد الأكراد بالصهيوني المغتصب لفلسطين؟ هذه العلاقة بين الصهاينة والأكراد على الأقل علاقة رسمية بينهما، كيف يفسرها جاندوس؟ طبعا هذا سؤال مستفز جدا. ليس هناك أولا علاقة رسمية بين الأكراد وبين الصهاينة. أين هي مكاتب الأحزاب الكردية في القدس أو في إسرائيل بشكل عام؟ أين هي المكاتب الإسرائيلية في أربيل وفي مهاباد وفي باقي المدن الكردية؟ هل سمعتم عن وفد إسرائيلي رسمي يزور كردستان؟ طبعا لا أريد أن يصادر أحد حق الكردي في علاقاته. نعم الكردي لا ينظر إلى الإسرائيلي نظرة العربي، أنت تنظر إلى الإسرائيلي نظرتك الخاصة، لا تجبرني على أن أنظر إلى إسرائيل نفس هذه النظرة، كما أنا لا أجبرك على أن تنظر إلى صدام حسين وما فعله بالكرد، وأن تنظر إلى أردوغان وما يفعله بالكرد، وأن تنظر إلى النظام الإيراني وما فعله بالكرد. أنا لا أحاصرك ولا أصادر حقك. أنت تمجد صدام حسين، ترقص لصدام حسين، تنصب التماثيل لصدام حسين في بير زيت وفي رام الله وفي غيرها من المدن الفلسطينية، لا أقول لك شيئا، أنت حر، أنت حر، مع أن صدام هو عدوي، أنا أعتبره عدوا للكرد، ولأنه ارتكب جرائم ومجازر بحق الكرد، لكن لماذا تريد أن أصبح مثلك وأن أصبح تابعا لك وتابعا لرؤيتك إلى الإسرائيلي؟ طبعا ليس بيني وبين إسرائيل أي خصام، وليس بيني وبين إسرائيل حدود، وليس بيني وبينها حروب، مع ذكر أن معظم الشعب الكردي يعارض إسرائيل ويناهض إسرائيل وقام بمظاهرات. انظروا إلى ديار بكر، عشرات الألوف قاموا بمظاهرات لأجل نصرة القدس الكرد. هل قام الفلسطيني في رام الله وفي بير زيت وفي حيفا وفي القدس بمظاهرات من أجل نصرة الكردي في تركيا؟ بالله عليكم، هل قام الفلسطينيون أو أي عرب آخرون بمظاهرات من أجل الأكراد الذين يقتلون في مهاباد وفي ديار بكر وفي حلبجة؟ مع ذلك الكرد قاموا بمظاهرات، قتل 12 كرديا في قلعة شقيف في جنوب لبنان دفاعا عن الفصائل الفلسطينية في جنوب لبنان، أكراد من حزب العمال الكردستاني.
دافعوا عن قلعة الشقيق وعن جنوب لبنان وضحوا بدمائهم. فكيف يأتيني هكذا سؤال ويقول علاقة الكردي بالصهيوني؟ هذا هو سؤال مستفز، ليس هناك علاقات. نعم إذا كان هو هناك علاقة بين السياسي الكردي، بين حزب كردي، أنا لا علاقة لي بهذا الأمر. أنا تمام لست مع هذا الأمر، ولست مع إسرائيل، ولست مع التطبيع، ولست مع هذه الأمور كلها. أنا مع القضية الفلسطينية وأناصر القضية الفلسطينية هذا ما ومع أردت، الدولة الفلسطينية. هذا ما أردت الحديث فيه، أنك من مناصري القضية الفلسطينية أيضا، حتى لا جدا. يلتبس الأمر لا لا على لا أبدا، أنا مع البعض. الفلسطينيين، مع حقوقهم، وأعارض إسرائيل وسياساتها العنصرية وسياساتها الاستيطانية. ورأيت، زرت فلسطين ورأيت المستوطنات، وقلت هذه المستوطنات مثل الكابوس على صدر المدن والبلدات الفلسطينية. هذا صحيح، سؤال. والشبه أيضا قائم الذات، يعني عندما نتحدث عن الأقلية الأمازيغية التي تريد أن أيضا الاعتراف بها كمشكل من مشكلات أيضا المجتمعات المغاربية، ترمى أيضا بنفس الشيء بعلاقاتها مع للأسف، إسرائيل للأسف وغير ذلك، الشديد. وأحيانا يلتجئون إلى الفبركة وإلى بعض الصور لأفراد هناك و صور كمان، هناك صور، هناك ناس في مظاهرات أو في مسيرات كردية في أوروبا، هناك نعم شباب طائشون يرفعون الأعلام الإسرائيلية جانب الأعلام الكردية والكردستانية. نحن لا علاقة لنا بهذه الأمور، ولا ندعو ولا ندعم هذه الأمور، لكن لا نريد أن يصادر أحدا آراءنا، وأن يصادر أحد نظرتنا إلى الآخر ويجبرنا على أن ننظر مثله. نحن صحيح أحرار وأنتم صحيح أحرار، أنتم أحرار فيما تفعلون ونحن أحرار فيما نفعل. وعندما يكون هناك حزب كردي على علاقة مع إسرائيل، وأكتشف أن هذه العلاقة ضد الشعب الإسرائيلي، ضد الشعب الفلسطيني، فلسطين أرفع صوتي عاليا ضد هذا الحزب الكردي وأقول لا لا وثم لا لهذه الأفعال القبيحة التي تضر بالشعب الفلسطيني. وهذا صوت الكاتب، صوت الكاتب الإنساني الذي يدافع عن القضايا الإنسانية أينما كانت، ويدافع عن حقوق الإنسان في أي شعب في أي مكان من العالم. وعلينا نحن، ونحن لا نتحمل مسؤولية أيضا ما تقوم به، لا الحكومات ولا الأحزاب ولا غيرهم، ولا حتى المنظمات التي لا ننتمي إليها. نحن لا صحيح. ننتمي إلا إلى نصوصنا وإلى ألسنتنا وإلى ما نقوم به. والمسائل أصبحت شائكة ربما في المستقبل، مستقبل الهويات هذه المتقاتلة، كما يقول أمين معلوف الذي يتحدث عن الهويات القاتلة. أعتقد موضوع جدير بفتحه في المكتبة في حلقة خاصة، وسنفرق الرمانة كما نقول بالتونسي، ولكن نواصل الحوار وهو قد أوشك على النهاية. مش نعطي الكلمة لابتسام، شوية ديكتاتور أنا مش عادي. ابتسام في الحقيقة جون داست، أنا أقرأ كتاباتك وأيضا أتابع حواراتك، ومع نزعة التشاؤم التي تحدثت عنها اليوم أنت أيضا متفائل، هذا أمر لا ننكره. وبين التفاؤل والتشاؤم هناك منطقة سماها إيميل حبيبي المتشائل. نعم كيف يمكن لجون داست مع كل هذا الوجع، مع كل هذا الألم، مع كل هذا الحزن، أن يزرع الحب والأمل؟ وهل قدر الكاتب أن يتجاوز إحباطات الواقع ليزرع ورود وسط ركام من الرماد؟ جسدت في نواقيس روما وعشيق المترجم لحظات الانكسار على نزعة الكراهية، لتكون ثقافة التسامح وقبول الآخر والتعايش السلمي بديلاً بالنسبة إليك لثقافة التعصب والقتل والعنف. كيف تمكنت من فعل كل هذا؟ شكرا ابتسام. طبعا
أعتبر أن من رسالتي ومن رسالة جميع الكتاب في العالم أن يبشروا دائما بالخير، بالتسامح، بقبول الآخر. نحن نرد على الواقع الأسود الذي نعيشه والذي نعاني منه بكتاباتنا المضيئة. كتاباتنا هي شموع، كتاباتنا هي مصابيح في هذا الظلام الذي تعيش فيه البشرية. نحن نعيش الحروب، نعيش صراع الهويات، نعيش الكراهيات، صراع الحضارات، نعيش حروبا على جميع المستويات. يقوم الكاتب ليس معه سلاح سوى قلمه، سوى فكره وخياله، ليخفف من الظلام، لينير، ليضيء شمعة. وأنا أعتبر نفسي أحد الجنود الذين يحاربون على هذه الجبهة، أو في هذه الجبهة، جبهة التبشير بالتسامح. نحن مختلفون، نحن مختلفون، لا شك في هذا. أنا لا أشبه الآخر، جاري لا يشبهني، أنت لا تشبهينني وأنا لا أشبهك، ومع ذلك نستطيع أن نعيش بسعادة تامة، نستطيع أن نعيش في مجتمع يسوده الحب بدل الكراهية، ونستطيع إن شئنا أن نعيش في مجتمع تسوده بحار الدماء والقتل والمفاهيم التي تؤدي بأحدنا إلى إلغاء الآخر. نحن ككتاب نرفع هذه الراية، الراية البيضاء الجميلة التي نسعى جميعا للعيش تحتها، راية الحب. يمكن أن يأتي السياسي ليغسل دماغ الجمهور، أو ليلعب بعواطف الجمهور ليدفعهم إلى الكارثة. ما هي وظيفة الأديب؟ أن يمنع السياسي من أن يفعل هذا الفعل، أن يقف حائلا بين هذا السياسي الغوغائي، أو بين هذا المتدين، أو بين هذا رجل الدين الذي يحرض على الكراهية. وظيفة الكاتب والأديب أن يقف حائلا بين هذا الخطاب السيء وبين الجمهور، أن يبث خطابا مضادا. أنا قلت في تونس، يتذكر كمال، علينا أن نفخخ أقلامنا، أن تكون أقلامنا أقلام مفخخة بالحب. هناك من يفخخ نفسه، ومن يفخخ المجتمع، ومن يفخخ السيارات. نحن علينا أن نفخخ رواياتنا وآدابنا و قصصنا وكل نتاجاتنا بالحب. يمكن أن نبشر بالحب. صحيح أننا لا نستطيع على المدى القصير أن نفعل كثيرا، لكن على المدى البعيد سيكون هناك تأثير بما نكتب. جميل جدا، نحب ننقل لك ان جيهان التي طرحت السؤال المستفز تقول: تحية لموقفك أستاذ جون، وهذا ما أتوقعه منكم، ليس بغريب. إنما كان استفسارها طبعا على مواقف بعض الجهات الرسمية من الأحزاب وغير ذلك، وأعتقد أنك أجبت بإجابة مهمة. أسئلة كثيرة وتعليق أيضا جميلة تتابع البرنامج. نبقى مع السؤال الأخير من جيهان، سؤال الأخير من الأسئلة من فريق المكتب. قبل هذا السؤال الأخير، عفوا، أسمهان ولا جيهان؟ أسمهان، مش اسمهان جيهان. جيهان، اسمهان، ما نعرفش أسمهان، جيهان منين عفوا، جبتها. يبدو أنني في طريق نعم، رد طريق صغير على التوسيع، جيهان، لأنه فريق ورد في المكتب. سؤالها يا كمال العلاقة بين الصهاينة والأكراد. نعم، أنا حينما تكون هناك علاقة مثلا بين مصر وإسرائيل، لا أقول علاقات بين العرب وإسرائيل، أقول علاقة بين الحكومة المصرية وإسرائيل. أحدد، التحديد مهم. عندما تطرح هذا السؤال وتقول علاقة بين الصهاينة والأكراد، فتشمل الأكراد جميعا، لا تحدد من هم الأكراد الذين يتعاونون مع إسرائيل، حدديهم لكي نعرف. لذلك صيغة السؤال صيغة فيها إدانة. تفضل طيب اسمها. جيهان تبتسم يعني في وعملت لي التباس مع اسمها. نعم.
اسمعين جان دوست، انت تحدثت منذ قليل عن تفخيخ الاقلام بالحب، واظن ان سلاحك يعني الشامل هو الحب. جان دوست، سئلت عن سر نجاحك في الازدواج بين الثقافه العربيه والكرديه واجبت فتش عن الحب، السر يكمن هناك. جان دوست، هل اللغه، تعلم لغه الآخر وحب لغة الآخر هو المفتاح الأمثل لإرساء ثقافة التسامح؟ وهل هو مفتاح مثالي؟ يعني كم لغة يجب أن نتعلم كي نرسي التسامح في العالم؟ يعني في النهاية في سفر التكوين أسطورة برج بابل، يعني برج بابل سقط في الأسطورة، فكم لغة سنتعلم كي نصل إلى التسامح؟ شكرا. علينا أن نتعلم لغة واحدة فقط، هي لغة الحب. والحب كما أشرت إلى طبعا سفر التكوين، أنا أشير إلى الكتاب المقدس، يقول الحب قوي كالموت. هناك طاقة كبيرة في الحب. طبعا الحب ليس بمعناه الصغير المشهور، لكن بمعناه العام، أنني قد أختلف معك لكنني أحب هذا الشخص الذي أختلف معه، لا أكرهه على الأقل، إن كنت لا أحبه فلا أكرهه. وأنا قلت في قصيدة صغيرة لي: من ينزع النون عن القنبلة، من ينزع النون عن القنبلة. والله ما أدري، أنا ما أتذكر القصيدة، بل المهم الذي ينزع النون عن القنبلة تتحول القنبلة إلى قبلة، ويزرع الأرض بها لتنبت القبلة كالسنبلة. من ينزع النون عن القنبلة ليمنع المجزرة المقبلة. فنحن بحاجة إلى خطاب مضاد للكراهية. وأنا قلت ذات مرة أن الكراهية، للكراهية منابر يا كمال، أن كنت تتذكر، للكراهية منابر، منابر قوية وإعلام وكذا، وخطاب، يعني خطابات دينية متطرفة أنا أشاهدها، قنوات إعلامية، لكن ونحن في أمرنا أن ليس يكون للمحبة مكتبة هنا. بالضبط، مكتبة تبشر بالحب، تبشر بالمحبة، تبشر بأخوة البشر كلهم. وهكذا ممكن أن نتوصل إلى صيغة مشتركة، قد كما أردد دائما تخفف هذا الاحتقان الموجود بيننا كعناصر متخالفة ومختلفة. نعم، نستمع إلى مريم إذا كان لها ما تغني هذا المساء وتتحفنا طبعا في نهاية هذه الحلقة. مريم، إذا عند جمهور خاص لو أنت استنى فيك. ربما أنشدنا بعض القصائد، وسأختم بقصيدة، قصيدة لطاهر القصار من ألحان خميس ترنان سنة 1957، هي نوبة الخضرة. نوبة الخضرة تتعايش فيها المقامات المشرق بطبوع المغاربية، مقام الهوند والنواثر. ونوبة الخضرة هي رمز للحب وللتعايش، وتصف المعالم والحضارات التي مرت على بلادنا. أيها المولع، المولع هيا، يا لا 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 لا، يا لا لا في حما سوق المدينة، يا لا 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 لا، يا لا 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 لا، يا لا 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 لا، يا لي في حما سوق المدينة، ورشق العطرة، العطرة شبية، يا لا 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 لا، يا لا لا، ورده يا
وانظر الجامع تسمو فيه آيات العمارة زانه دين وعلم والهدى على منارة واغتنم من ساحة المرقاض ما يذهب الهم ويبر الآلام منزه بالحسن بالحسن يزهو يا لا 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 يا لا لا ذو نسيم مستطاب يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 ويا لي ذو نسيم شكرا مريم على هذه الأغنية الرائعة جدا. أحسن ختام، ما رأيك جون؟ والله صوت ملائكي وشجني وجميل ورقيق كريستالي. شكرا شكرا مريم. فريق المكتب فريق متكامل ما شاء الله. أنا فخور بهم. شكرا مريم، شكرا ابتسام على الحضور الرائع، شكرا هيثم على ما قدمته اليوم، متميز جدا. شكرا اسمهان، فخور بكم فعلا. سوف يكون لنا لقاء في الأسبوع القادم مع شخصية. السؤال عفوا. نعم. نعم. لو سمحت لي، على الدين سعيدي راح يزعل منا، يعني هو كمان سأل سؤال. طبعا 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 صديقنا، أنا تصورتك يعني جمعت. قلت لا لا عفوا، أنا على الدين سعيدي غالي عليه. آخر إجابة لصديقنا على الدين سعيدي من باريس، هو ينتظر الآن الإجابة. نعم نعم، هو تكلم عن معرفتي لعدد من اللغات، وهل لهذه المعرفة أو لهذه اللغات دور فاعل في تعميق وإثراء التجربة الإبداعية كروائي مسكون بالهموم الكردية. طبعا اللغات التي أتقنها، مثلا أنا أقرأ بالعربية بالكردية بالفارسية، أنا قرأت ديوان حافظ الشيرازي وقرأت أشعار المولوي، يعني أشعار جلال الدين الرومي بالفارسية، وقرأت أشعار السعدي بالفارسية. لهذا دور كبير، دور كبير في إغناء التجربة الأدبية وفي توسيع ملكات الخيال. بالنسبة للألمانية أنا أعرفها وأتقنها، لكن لا أكتب بها ولا أقرأ بها إلا نادرا. معرفة أي لغة تضيف، هي إضافة، إضافة جميلة، إضافة ثرية إلى ملكات أي كاتب. يعني بهذا الشكل أستطيع أن أجيب صديقي وعزيزي على الدين في باريس، محبتي له ولكم جميعا. شكرا جون دوست على هذه الإجابات وعلى تحملك ساعتين ونصف في الحوار. بعيدا بعيدا عن الحلقة السابقة، سنطلب من اسمهان التصرف في هذه الحلقة وتمارس رياضة الجزارة لتقسيمها لتحميلها إلى اليوتيوب. وشكرا إلى الجميع الذين يتابعوننا الآن، هناك الكثير من التعليقات. شكرا جون دوست، أسعدتني بأن تكون ضيف هذه الحلقة، وأترككم أنا كمال الريحي على هذا النغم الذي أريد أن يكون موجود في هذه الحلقة. يا ناس حبوا الناس. الله الله، كنا نتمنى أن تكون هناك مطربة أو مغنية كردية أيضا، لكن إن شاء الله في حلقة. يا ليت إن شاء الله.
يلا تنجموا تغنوا كلكم يا ناس. حب الناس يا ناس، حب الناس خلينا سوا رينا سوا يا